ايه ده ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في المسدس ده؟ ده في دخانة بتطلع منه. السلام عليكم. ازيكم يا رجالة واهلا بيكم في فيديو جديد ورجعنا تاني مع بعض في فيلم علاء الدين والسلاح السحري. وقبل ما نبدأ الفيديو ده عايز الناس كلها تنزل دلوقتي تحت الفيديو وتخبط اللايك الحلو علشان نوصل الفيديو ده اكتر من 10,000 لايك. الناس كلها بتقول ان انت مش هتقدر توصل الفيديو ده لاكتر من 10,000 لايك. فعايزكم بقى توقفوا معايا كده ومحدش يغزلني ونوصله 10,000 لايك. أول حاجة بقى مع بعض إن أنا جايب لكم تطبيق جميل جدا. التطبيق ده باختصار تقدر من خلاله تشحن شدات في لعبة ببجي موبايل، جواهر في لعبة فري فاير. زي ما أنت شايف التطبيق عبارة عن لعبة، لعبة بسيطة جدا. أنت بتقعد تشتري في عربيات وتعمل لها دمج كده مع بعض، وبعدين تحط العربية دي على العربية دي، وبعد كده تمشي العربيات في سباق. وطول ما هي ماشية في سباق كده أنت عمال تجمع في كوينز. الكوينز ده من خلاله تقدر تشتري بطاقة أمازون، باي بيل، جوجل بلاي، وتقدر كمان ان انت تشحن عن طريق بطاقة جوجل بلاي شدات في لعبة ببجي موبايل وجوائر في لعبة فري فاير واي لعبة ممكن تتخيلها موجودة على متجر جوجل بلاي تقدر ان انت تشحنها مع التطبيق ده. هسيب لك رابط تحميل التطبيق موجود تحت الفيديو، وكمان هسيب لك شرح على قناة التانية، قناة اصلانه عامل شرح كامل للتطبيق ده وازاي كمان ان انت تشحن منه ببلاش. كمان قال في الفيديو على قناة التانية ازاي تنزل التطبيق على جهاز الاندرويد بتاعك. رابط تحميل التطبيق ده ورابط الشرح بتاعه على قناة التانية هسيبهم لك موجودين تحت الفيديو. يلا بينا بقى نشوف مع بعض علاء الدين والسلاح السحري. يلا بينا. كل يوم كده اروح الشغل ماشي على رجليا وانا نفسي بس في عربيه زي العربيه اللي مركونه هناك دي اروح بقى الشغل، بدل ما انا كل يوم بروح الشغل متاخر، كل يوم مدير يزعق لي ان انا بروح الشغل متاخر. حلمي بس يبقى عندي عربيه شبه دي. يا لو العربيه دي بتاعتي واركبها كده واروح بيها الشغل كل يوم واوصل بدري زي كل الناس. انا عايز عربيه شبه دي، ماليش دعوه انا عايز عربيه. بس مش مشكلة انا بشتغل وبشتغل كتير كمان علشان يبقى عندي عربية احسن منها، بس في يوم من الايام هيبقى عندي عربية احلى من دي بكتير. كل يوم اروح الشغل ماشي كده لحد ما زهقت، حاجة تقرف وتخنق. انا مديري في الشغل ده لو مسكته هقعد اضرب فيه كده، اضربه اضربه اضربه، هموته من الضرب. انا جاي للمدير بتاعي اللي قرفني ده، انا اوريله. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ في حد بيعيط؟ ايه ده ايه ده؟ انت بتعيط ليه؟ بتعيط ليه يا حبيبي؟ انت مين؟ انا كنت رايح الشغل بتاعي لقيتك قاعد بتعيط. ايه اللي مين اللي ضربك؟ مفيش حد ضربني. امال ايه مالك في ايه؟ بابا جايب لي المسدس المعفن ده في عيد ميلادي وحوش قوي. المسدس ده؟ قال لي خده. قلت له بابا مش هيل وانا عايز اي كي ام. قال لي لا روح في ده مش هجيب لك حاجه. انا زعلت والله عشانك. يعني انت دلوقتي بتعيط علشان عايز اي كي ام؟ اه نفسي قوي فيه. اي كي ام شبه اللي على كتفي ده كده؟ الله ده شكله حلو قوي. نفسك تاخد الاي كي ام ده؟ ايوه 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 هديهولك علشان خاطرك وعلشان انا كمان نفسي احقق امنيتي ان انا يبقى عندي عربيه، بس مش عارف احقق الامنيه دي. ربنا يرزقك باحسن عربيه. تعالى انا هديلك الاي كي ام ده، بس عايزك تدعي لي بقى دعوه حلوه كده علشان يبقى عندي عربيه واروح بيها الشغل كل يوم. يا رب يرزقك احسن من العربيه من التالي، يا رب يرزقك باحلى منها وبكتير قوي. خد يا رب السلاح اهو. ايه رايك فيه؟ المسدس ده هات بقى انت المسدس بتاعك. هو مسدس مش حلو بس خلي بالك المسدس ده بيضرب نار. بيضرب نار؟ سلام. لا لا مش معقول المسدس بيضرب نار. سلام مع السلامة. خلي بالك من الاي كي ام، اوعى توديه في حتة كده ولا كده. الاي كي ام ده غلى عندي. حاسس ان انا اتضحك عليا وخد مني الاي كي ام بتاعي وادانا المسدس. دايما الواحد يعمل الخير ويرميه في البحر. اما اروح اشوف المدير بتاعي اللي قرفني في الشغل ده كل يوم هيقول لي دلوقتي جيت متاخر ليه؟ ما بتجيش بدري ليه؟ اشتري لك عربيه. ما يعرفش ان انا مش معايا فلوس عشان اشتري عربيه. كل يوم اروح له متاخر كده. مدير البنك هيطلع دلوقتي من البنك ويقول لي كل يوم تيجي متاخر وزمايلك بيجوا بدري. هو ده البنك بتاعي اللي انا شغال. اه مدير البنك، اهو مدير البنك. خرب علي. اطلع علي. ابو شكلك ادخل يا عم جوه. مش صالح يا عم، مش صالح. خنزير اطلع انزلك. انا نفسي نفسي يبقى معايا قوه كده امسك مدير البنك ده واحدفه من فوق كده، من فوق البنك يموت. زهقت منه. طب عليه
قول لي دلوقتي بقى مضخم نوم مون بوم بوك مضخم. السلام عليكم. اطلع يا خنزير. يا عم مالكش دعوه بيا يا عم، انا كل يوم اجي متاخر بقى، عامل ايه ما انت بتدينيش فلوس حلوه علشان اجي بدري، معيش فلوس اشتري عربيه ولا اركب مواصلات. انا ماليش فيه، انت تعمل الشغل اللي اقوله لك في اي وقت. مش عامل حاجه بقى، مش عامل حاجه، انت كل يوم تهزقني قدام الموظفين وتشتمني وتطردني كل يوم عشان باجي متاخر، وقلت لك ان انا معيش عربيه ومعيش فلوس اركب مواصلات، انت اصلا شبه الدب واعور اهو. اعور يا شبه الدب، ادب اعور. طب امشي اطلع برا. اطلع برا وما عدتش جاي، ما عدتش جاي تاني، يعني ادخل بنك الامله. مش جاي يا عم، مش جاي. انتوا بنك زباله صحيح. ايش واحد حرامية، ايش واحد حرامية. مش جاي يا عم اهو ماشي، ما عدتش جاي الشغل ده تاني بقى. والله لاجيلك تاني. حقيلك ماشي. وادي كمان اتطردنا من ام البنك اللي احنا شغالين فيه، هنعمل ايه دلوقتي؟ اشحت يعني؟ ماشي يا مدير البنك، انا هرجع لك تاني ومش هسيبك، والله لمسكك وهقتلك وهرميك من فوق السطح ده. انا عارف ان مدير البنك ده ما بيحبنيش وهيخلي كل البنوك التانية ما ترضاش يشغلني معاها، بس هعمل ايه؟ والمشكلة ان انا كنت قايل لبنت بحبها اللي هي البنت ياسمين ان انا هتجوزها وهحوش من شغلي في البنك، هتقول لي ايه دلوقتي لو شافتني؟ اهي واقفة هناك اهي. شكلها نويالة عاد شر، شكلها هتضربني. يا نهار ابيض، دي واقفة هنا بتاع. ازيك يا ياسمين؟ عاملة ايه؟ ايه يا علاء؟ عاملة ايه يا ياسمين؟ الحمد لله. سبت شغلك يا مبين؟ هو مدير البنك هو اللي طردنا، نعمل ايه يعني؟ انت اكيد كنت بتتأخر كالعادة. طب ما نعمل ايه؟ ما انا بحوش علشان اتجوزك، امال يعني اخد الفلوس اللي انا محوشها واروح اشتري بيها عربيه اروح بيها كل يوم الشغل؟ انا اصلا متقدم لي واحد من سويسرا وانت فقير. يعني هتسيبيني بعد الحب ده كله يا ياسمين؟ هسيبك وسيب الف غيرك علشان واحد من سويسرا يا ياسمين. هسيبك، امال فين الاكام اللي انت كنت شغال بيه؟ ما السنة قابلني طفل صغير كان عمال يعيط وكان بيقول ان هو عايز اي كي ام، وابوه جاب له مسدس لعبه، فانا خدت المسدس اللعبة بتاعه واديته الاي كي ام اللي كان معايا. لا حبيبي الكلام ده عندي يور مزر مش عندنا. ده ان انت قذرة يا ياسمين، امشي يلا من هنا عشان ما اضربش نار عليك بالمسدس ده، امشي يلا. ابو شكلك، انا اصلا مش عايز اعرف واحد زيي. بكرة ابقى غني وتتمني تتمني بس تمشي جنب هنا كده. نعم طير. ايه ده يا بنت؟ اشتريتي بالفلوس بتاعت الموتوسيكل اللي بحوشها معاكي وانا اللي مش لاقي اكل، انت يا بنت؟ غدرت بيا بعد اللي عملته ده كله علشانها وعشان يتقدم لها واحد بس من سويسرا. انا حياتي باظت خلاص، لا عاد في شغل ولا عاد في اي حاجه، واتطردت كمان من شغلي. عايز بس اقولك على حاجه، اوعى تفكر تشتم لعبه بابجي موبايل علشان هترد عليك في نفس اللحظه. شوف المشهد ده من كواليس الفيلم. مش فيكوا انتوا، والله ما فيا، والله ما فيا انا. والله انت مثلا تحرق عليا وخرقني الكلات. احنا اللي بنلعب لعبه خنازير. احنا اللي بنلعب لعبه خنازير. ما عادش فاضل معايا غير المسدس الكحيان اللي انا اخدته من الولد الصغير ده، بس كان بيقول لي ان هو بيضرب نار. طب ممكن اجربه كده واشوف هيعمل معايا ايه. استنى كده. ايه ده؟ ده بيضرب نار بجد. لا لا لا، بيضرب نار ده. انا لو رحت لعصابه اصلا بالمسدس ده، ده هيشغلوني معاهم على طول. انا بجد مش مصدق المسدس ده، بس المسدس ده غريب، في حاجه كده المسدس بدا يتقل في ايدي، مش قادر اشيله. لا ايه ده؟ لا لا لا، المسدس سخن كده. ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي في المسدس ده؟ المسدس ده في حاجه غريبه جدا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيحصل في المسدس ده؟ ده في دخانه بتطلع منه. السلام عليكم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت مين؟ يابا انا الجني اللي حارك كل اللي نفسك فيه يابا، اطلب بس. استنى استنى، اوعى تقول لي ان ده سلاح سحري. يا باشا ايوه هو ده اللي في بالك، بقالي 1000 سنه ما طلعتش منه. بقالك 1000 سنه؟ 1000 سنه محبوس في المسدس ده؟ ايوه يا عم، وانت اللي حررتني يا عم، انجز بقى اسمك يلا. طب اعمل ايه المفروض؟ المطلوب مني ان اعمل ايه؟ يعني انت دلوقتي مارد سحري؟ ايوه يابا، كل اللي نفسك فيه هقولك يابا، ليك عندي 5 امنيات، اعمل اللي بدك بيه.
يعني انت هتحقق لي كل امنياتي؟ ايوه يا يابا، كل اللي نفسك فيهم. طب اللي انت نفسك فيه. طب انا نفسي في امنيه واحده دلوقتي، انا نفسي دلوقتي يكون معايا البت ياسمين اللي انا كنت بحبها وكنت متفق على الجواز، وراحت اتجوزت الولد اللي في افغانستان ولا في استراليا، ويكون معاها عربيه ضخمه وكبيره جدا عشان نتجوز انا وهي. خلصانه يابا، كل اللي نفسك فيه. يلا افعل قوه خارقه، فعل. يلا بينا بيو. اوه ايه ده ايه ده ايه ده، الله. ايه ده ايه ده ايه ده، ده المسدس ده انا مش هسيبه خالص، المسدس ده يفضل معايا على طول. انت بتعمل ايه يا عم انت؟ ايه ده؟ اي اي وصلت. ايت ايت يا مارد. طيب والله يا مارد انت راكب معانا. نفسته نفسته يا صاحبي، نفسته. طب اركب اركب معانا. يلا بينا. الله يلا يا خاينه واطيه، مركبك عربيه ما تحلميش بيها. بقول لك ايه، بقول لك يا مارد، انا مش حابب البت دي، انا عايز اغيرها، انا ما عدتش بحبها. مش عارف. انزل اقتلها لي، انزل اقتلها لي، ما بحبهاش، ما بحبهاش. ايه ده ايه ده، اقتلها اقتلها بسرعه. استنى استنى، هخلي المسدس يضرب نار. يا ابني ما تضربش يا ابني، هتموتني يا ابني. اثبت اوي. اضربها اضربها بسرعه. ولعت فيها ولعت فيها ولعت فيها يا مارد. مش عايزينها، مش عايزين البت دي، احنا عايزين نغيرها. البت دي كانت بتحب الفلوس بس يا مارد، وانا علمتها ان الفلوس مش كل حاجه. ايه قعدتك انت يابا؟ ايه ده ايه ده، الاسلحه دي كلها ليا؟ الله الله عليك يا مارد، تعالى يا مارد، ده انت هتبقى صديقي الصدوق من النهارده. بقول لك ايه يا مارد، دلوقتي انا ما عدتش عايز اي بنات خالص، لان البنات كلها بتوع فلوس وبيجروا ورا الفلوس، وانا مش حاببهم. انا دلوقتي عايز هقول لك، انا دلوقتي اهو انا عايز اروح لمدير البنك، مدير البنك اللي انا كنت شغال فيه. الله العربيه بتاعتك حلوه قوي يا مارد، ودينا يا عم لمدير البنك ده وانا همسكه. انا عايزك تولع لي في البنك ده بالاخر كده يا عم المارد، ولع لي في البنك. يلا يابا انا هظبط لك كل حاجه. يلا يلا بينا. يلا خافش يابا، يلا بينا. انا عايزه ما يتحركش، انا عايز اقتله على طول، عايز اقتله على طول. اوعى تخاف يابا، انت معاك اقوى مني في ببجي موبايل. اه اه يابا هو ده، انت اللي كنت بتنتقم مني، انت اللي كنت معذبني في الشغل، بتعمل كل يوم كده وتطردني من الشغل وتعذبني. ما تقتلنيش يا اسطى، انا اسف انا اسف والله، ما تقتلنيش. هقتلك 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 يا دبدوب يعور، يا دبدوب يعور اللي كنت بتطردني من الشغل كل يوم. شايف انا عامل فيك ايه دلوقتي؟ ارجوك ارجوك، انا اسف، انا عارف اني غلطت، انا اسف، سامحني على الدين، انت طيب انا عارفه. سامحك هسامحك بس علشان انت، سامحتك سامحتك سامحتك. خلاص يا مارد انا سامحته، مش هنقتله. خلاص يا مارد مش هنقتله يا مارد، انا سامحت، حسيت 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 ان هو ضعيف قدامي. هو ضعيف يا بقى، اديله بس اديله بس بوكس بوكس عذاب اهو، بس هو ده كفايه عليه. يلا يا مارد يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا يا مارد. بقول لك ايه يا مارد، انا نفسي في امنيه بس نفسي تحققها لي. قول يا ولا انت عايز. انا عايز ابقى زعيم عصابه اصلانه، انا عايز ابقى زعيم عصابه اصلانه، انا عايز ابقى زعيم عصابه اصلانه. لو انت متحمس تشوف الجزء الثاني، وصل الفيديو ده ل 10000 لايك علشان الجزء الثاني ينزل بسرعه. وشكرا جدا ليكم يا رجاله، ما تنسوش اللايك بقى.